اليوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد مصادقة جمعيته العامة هذا الصباح على مشروع مذكرته قدمها إلى اللجنة الخاصة بتعديل مدونة الأسرة. مذكرة المجلس تعتمد على 4 مداخل أو 4 مبادئ، منها المساواة وعدم التمييز، المصلحة الفضلى للطفل، عدم ترك أحد خلف الركب، والمبدأ الرابع هو توسيع سلطان الإرادة. المجلس الوطني أيضا اعتمد على رصده سواء من خلال تلقي الشكايات المباشرة أو عبر آليته الوطنية ولجانه الدائمة الوطنية، عبر مجموعة من الاختلالات التي قدم بخصوصها مجموعة من التوصيات لهذه اللجنة عبر مذكرته التي عرضها اليوم.